ماشي حنا اللي استغلناها، استغلها تحت تركيا وكيستغلوها بعض الدول باش يمكن لهم يحلوا مشاكلهم الماليه مع السعوديه ويحصلوا على استثمارات. مع الاسف السياسه مسخه، ولكن قضيه القشقجي غتبدل في العشر سنوات المقبله النظره ديال العالم حول الخليج، وغتبدل التصرفات ديال الخليجيين وسيما ديك الامراء ديالهم مع المواطنين ديالهم، لان ديما كاين واحد البدايه، وقشقجيه بدايه التغيير العميق في السعوديه. ولكن ما كاينش يعني وجه شبه ولا القضيه ديال قشقجي؟ حنا ما كنستعملوش المنشر، حنا ما كنستعملوش المنشر باش نحلوا مشاكلنا مع المثقفين. الحمد لله والشكر لله، حنا كنستعملوا اسلوب شبه مقبول، هذا ما كان